American citizens want peace. The government and global elite are not the American citizens. المواطنين الأمريكيين في الولايات المتحدة الأمريكية تريد السلام. ويحكم حكومتنا من قبل النخبة التي لديها أعلى الضوابط العالمية. النخبة العالمية والشركات السيطرة على نظامنا السياسي والانسجام وفقا لاحتياجاتها. وقواعد الأمم المتحدة التوجيهية في إطار جدول أعمال القرن 21. قبل الحرب الأهلية الأمريكية عام 1861 تسيطر الشركات الكبيرة المواطنين والعمليات العسكرية وتتمتع بالسلام والديمقراطية. حاليا الأغنياء النخبة الصناعة المصرفية الاتحادية بالتلاعب بعملة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن دي سي يستخدم كمرحلة لجعل الحرب والفوضى في العالم. الشركات الكبيرة هي هياكل مستقلة التقنية التي تتبع المنطق الكامن في تصميمها. حاليا هذه الآلات كبيرة للشركات استيعاب الحية النظم الطبيعية بما في ذلك شخص في نهاية واحدة وتفرز القمامة والنفايات ميتة بما في ذلك البالية شخص من اللبس الأخرى التي تعزز هذه الآلات لا تمثل المواطنين الأمريكيين. هذه الآلات ليس لديهم الأخلاق الفطرية لمنعهم من إغواء سياسيين ومواطني أمريكا تخريب عملياتنا الديمقراطية أو الكذب من أجل تحقيق أقصى قدر من المنافع الشخصية. هذه آلات ليست العقلاء من الشعب الأمريكي. العمليات الكبيرة والنخبة جعل قوانينها الخاصة إلى درجة كبيرة. اليوم في أمريكا ونحن نعيش في ظل حكم النخبة الثرية من النخبة الغنية والعالمية آلاتهم الشركات. لقد دمروا تماما ديمقراطية الأمريكية وتدمير الآن الأساس جد من حياة على حد سواء لدينا ماديا ومعنويا. هذه الآلات لترك أطفالنا يواجهون مستقبلا القبيح ليقاتلون بعضهم بعض على رغبات. النخبة نقطة الحجج فقط يمكن حشده ضد المواطنين. هذا الدمار لهوادة فيها هي أخلاقية. واجب الإشراف على جميع الخلق كوكب الأرض وامتداد لجماعة الإخوان للأجيال القادمة فيه. Thank you.